إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه بسم تأسفا. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أخواتي مباركة وكل عام وأنتم بخير. الآن وقعت في يدي قصاصة مهمة جدا، فحبيت أني أشرحها لكم ولأهمية الموضوع. القصاصة تتحدث عن علاج وتشخيص هشاشة العظام. الموضوع مش مزحة. هشاشة العظام من المشاكل اللي بدأت تنتشر كثير جدا في المجتمعات الإنسانية في كل العالم، والمجتمعات الإسلامية والمجتمعات العربية ليست استثناء من ذلك. وحسب متابعتي وملاحظتي للحالات اللي بيتم عرضها علي من بعيد، نسبة انتشار هشاشة العظام بين الناس في الدول العربية عالية جدا، خاصة بين السيدات صغار السن. يعني نحن ما نتحدث عن ناس كبيرة في السن، نتحدث عن شباب أو كهول لم يصل إلى سن الشيخوخة، وبدأت تظهر عندهم علامات هشاشة العظام. وهنا يدق ناقوس الخطر إنه في مشكلة هنا في متابعة الناس وفي اكتشاف المشكلة مبكرا، فتبدأ تظهر عند الناس هذولا كسور متكررة أو كسور في العمود الفقري يكون علاجها فعلا مزعج ومؤذي. من فين نبدأ؟ نبدأ من الأعراض. من إيش يشتكي مريض هشاشة العظام؟ مريض هشاشة العظام إذا ما انكسر له عظم ما يشتكي غير من آلام، يعني آلام تعتبر غير قادرة للوصف في الأعضاء، في الأطراف وفي الظهر. دائما بيشتكي من آلام مستمرة، بيحاول إنه يخففها بالمراهم، بنوع معينة من المشروبات اللي هي مشروبات الأعشاب والراحة، ويحاول إنه ما يخرج كثير. وهنا طبعا هي الطامة الكبرى، يعني قلة حركة هؤلاء الناس هي المشكلة الكبيرة، بتمنعهم من الخروج في الشمس، فيمنعهم من الحصول على فيتامين د. ونقص فيتامين د طبعا من أهم الأسباب المؤدية إلى هشاشة العظام. فهذه الأعراض إذا ما حصل عنده كسور، معظمهم بيجوا يشتكون من كسور، يعني بيتم كشفهم بعد ما يحصل كسر. فإذا حصل كسر في العمود الفقري أو في الحوض أو في القدم أو في الذراع، برضو من الأخطاء اللي بيقع فيها كثير من الأطباء إنه بيعالج الكسر فقط ولا يعالج مسببات الكسر. بمعنى إنه المريض يجي يقول لك والله وأنا بعمل حاجة بسيطة انكسرت يدي، أو أنا وقفت وانكسر عندي العمود الفقري، أو حصل عنده كسر الفقري بس لأنه وقف أو لأنه شال شيء خفيف. فبيتم علاج الكسر فقط بدون ملاحظة إنه المريض انكسر ليه، شو سبب الكسر. فالتشخيص مهم جدا، والتشخيص الصحيح يؤدي إلى علاج صحيح، والتشخيص الخاطئ يؤدي إلى علاج خاطئ. فمجرد ما يتم عرض المريض على طبيب في الطوارئ لأنه حصل عنده كسر، فيجب أولا، وهنا نقطة مهمة جدا، التاريخ المرضي للمريض وكيف ظهر العرض هذا، كيف ظهر الألم مباشرة، كيف حصل الكسر. يسأل الدكتور أسئلة تفصيلية في الموضوع هذا. من المحزن اللي أنا لاحظته أنه معظم المصابين هم سيدات، وأخذ التاريخ المرضي من السيدات صعب. وبيحاول الطبيب، أنا حسب ما بسمع من بعض الزملاء، أنه أثناء حديثه مع السيدة بيحاول يسحب الكلمات سحب من أنفها من خجلها مثلا، أو هي مش متعودة تتكلم مع أطباء أو أيا كان السبب، ولكن هذه مشكلة. هذا يؤدي إلى رد فعل عكسي من الطبيب، إنه يحاول خلاص يقلل أسئلته. وهنا خطورة الموضوع، قلة الأسئلة وقلة توجيه الأسئلة للمريض يحصلك على معلومات أقل، مما يؤدي إلى أنك يعني تفقد نقاط مهمة جدا في فهم المشكلة. فطريقة حصول المشكلة لابد من معرفتها بالتفصيل. كيف حصل الألم؟ متى جاء الكسر؟ إيش الحركة اللي أدت إلى حصول الكسر؟ إذا لاحظ الطبيب إنه الحركة خفيفة، يعني ما هي شيء كبير، وحصل معها كسر، هنا يكون في اشتباه كبير إنه المريض عنده هشاشة عظام. كيف أشخصها؟
ضروري أول من تشخيص إنه فعلاً المريض عنده هشاشة العظام، فيتم تشخيصها بطريقتين. في طريقة يسموها الفحص، فحص كثافة العظام يسموه DXA، وفي فحص ثاني عن طريق CT scan، نأخذ فقرة من الفقرات ونعمل عليها حسابات معينة عن كمية الكلسيوم المتواجدة فيها، وبعضهم يأخذ الحوض، وهنا أقدر أعرف كمية الكلسيوم اللي متواجد في جدار العظم من الخارج وفي اللب العظم من الداخل، وعملية حسابية رياضية معينة أقدر أعرف إنه هذا عنده هشاشة عظام أو مؤهل يحصل عنده هشاشة عظام أو ما عنده هشاشة عظام. كذا أنا شخصت إنه هذا المريض عنده هشاشة عظام، تاريخ مرضي، فحص مخصص لهشاشة العظام. وبعدين يجي النقطة المهمة جدا، قبل العلاج لازم أعرف شو سبب هشاشة العظام، لأنه إذا عرفت سبب هشاشة العظام عالجت السبب فتعالج. فمعرفة السبب مهم جدا. فما هي الأسباب اللي تؤدي إلى إلى هشاشة العظام؟ ما هي الأسباب اللي تؤدي إلى هشاشة العظام؟ أول سبب وأهمه هو الطعون في السن، الكبر في السن. فعادة السيدات من فوق عمر 60 سنة أو فوق عمر السيدات فوق عمر 50 سنة يكونوا مؤهلين أن يحصل معهم هشاشة العظام، وهي اللي مربوطة بكبر السن. أكبر الرجال بعد 60 سنة. السبب عادة هو نقص مادة الأستروجين والبروجسترون اللي بتنتج عند المرأة، وهي اللي بتساعد على كثافة العظم ونقل الكلسيوم لداخل العظم، فبتبدأ تنقص بعد مرور سن 50، مما يؤدي إلى نقص الكلسيوم، نقص فيتامين د، ونقص بناء العظام، فيحصل عندها هشاشة عظام. كبار السن الرجال بعد 60 سنة تبدأ تحصل عندهم الأعراض. الشيء الثاني اللي هو عدم التعرض للشمس، خاصة شمس الفجر وشمس المغرب. فتخيل أنت لما تكون في بلد عربي أو بلد إسلامي، المرأة والرجال دائما ملابسهم إلى هون، وغير كمان غطاء الرأس وغطاء الوجه، فيمنع دخول الضوء وضوء الشمس إلى الجلد، ملامسته للجلد، مما يؤدي إلى فقدان أحد المصادر المهمة لفيتامين د، وهو الجلد وتعرضه للأشعة فوق البنفسجية الضائرة التي تأتي من الشمس. فيكون هنا تعويض الفيتامين مهم جدا. يعوض الفيتامين كما هو معروف 1000 أو 2000 وحدة يوميا عن طريق الفم، في حبوب تعطى له، وفي ناس تعطي 20,000 وحدة في الأسبوع، وفي ناس تعطي 5,000 وحدة في الأسبوع. أنا من المدرسة اللي تؤيد 1000 إلى 2000 وحدة يوميا عن طريق الفم، عن طريق حبوب، تكفي جدا للمرض كعلاج تعويضي. طبعا جانب التعويض عن طريق الحبوب الفيتامين د، ما ننسى التعويض الغذائي والتعرض أيضا لشمس الفجر وشمس المغرب، جدا مهمة. هذا بالنسبة لتعويض فيتامين د، أو السبب إذا كان فيتامين د هو اللي ناقص. نعطي أدوية لهشاشة العظام طبعا، إذا وصل الفحص اللي عملناه لهشاشة العظام إلى مرحلة معينة، في عندنا مرحلتين، مرحلة اسمها أوستيوبينيا ومرحلة اسمها أوستيوبروزس. أوستيوبينيا معناته أنه في خفة في العظام ولكن لا توجد هشاشة، يوجد نقص في الكلس، فيتم تعويض فيتامين د بشكل كافي جدا. بعض الناس يعطوا كالسيوم وبعض الناس ما يعطوش كالسيوم، أنا ما أعطي كالسيوم. لكن إذا وصل المريض لمرحلة الأوستيوبوروزس، طبعا هنا لابد من بداية استخدام علاج هشاشة العظام إذا كان ما في كسور، أو في كسور حنجي عليه ما بعد. النقطة اللي بعدها اللي هو الأسباب الأخرى، ما هي الأسباب الأخرى؟ في أسباب تكون مرتبطة بنوع من أنواع اختلال الهرمونات في الجسم، وتظهر أكثر شيء في السيدات. السيدات اللي يحصل عندهم مثلا حصول دخولهم في سن اليأس بشكل مبكر، أو بيستخدمون أدوية هرمونية معينة لتنظيم الطمث وتنظيم الدورة الشهرية، وبعض السيدات بيستخدمون أدوية لتنظيم أو للحمل إذا عندها مثلا نوع معين من صعوبة الحمل، فبتأخذ أدوية معينة عشان يحصل معها حمل. أيضا ممكن يحصل معها مشاكل في هشاشة العظام، وهذا النوع من السيدات اللي مضطرين انهم يستخدموا هذه الأدوية، مضطر الدكتور انه يعمل متابعة دورية اول باول لموضوع هشاشة العظام عندهم عشان ما ينزلقوا في هذا المنزلق.
من الأسباب الأخرى المعروفة نوع أنواع معينة من الأورام أيضا اللي تصيب الغدد البارة الدرقية، فتؤدي الاضطرابات في غدد البارة الدرقية إلى نقص نقل الكالسيوم إلى داخل العظام، فيكون عندي مشكلة في هرمون اسمه باراثيرويد هرمون. هذا الباراثيرويد هرمون بيشتغل على موضوع نقل الكالسيوم إلى داخل العظام، فاختفاؤه يؤدي إلى زيادة الكالسيوم في الدم وعدم دخوله في العظام، فيتم تعويض الباراثيرويد هرمون عن طريق إبر، وفي بعضهم يستخدموا أيضا حبوب. في ناس عندهم العكس، يكون عنده الباراثيرويد هرمون مرتفع جدا فيتم استهلاك الكالسيوم في الدم بشكل سريع جدا، وأيضا ممكن أنهم ينزلقوا إلى قضية هشاشة العظام، ويتم علاجه أيضا إما باستئصال الغدة البارة الدرقية أو إعطاء دواء يعمل فرملة لوظائف الغدة البارة الدرقية. بعض أورام المخ أيضا خاصة الغدة الدرقية الغدة النخامية بتؤدي إلى حصول هشاشة العظام، خاصة من الناس اللي بيعملوا بيشتكوا من مشكلة الجيجانتزم اللي هو مسألة التقزم أو مسألة الضخامة المفرطة، فأيضا هم من يعانون من هشاشة العظام. أيضا من يعانون من الغدة الدرقية كسر الغدة الدرقية يحصل معهم أيضا هشاشة العظام. فأي إنسان يعاني من مشاكل هرمونية أو غدد صماء من أي نوع، من الفحوصات الدورية اللي تعمل لهم جنب وظائف الغدد أيضا وظائف أو هشاشة العظام. كيف يتم علاج المشكلة هذه؟ طبعا بعلاج المشكلة الأساسية، إذا عرفت الهرمون اللي ناقص أو الهرمون اللي زايد تعالج هذه المشكلة تبعه، وإذا وصلت إلى مرحلة الأوستيوبوروزيس لمرحلة هشاشة العظم لابد من إعطاء دواء لهشاشة العظم، هليجي طبعا فيما بعد للفترة الزمنية للعلاج. نجي بعدين لأسباب أيضا مرتبطة بالتغذية. الناس اللي بيعانون من سوء تغذية بيتغذوا مثلا زي أهلنا المساكين في سوريا، النازحين اليمن يعانون من مشاكل كبيرة جدا في موضوع التغذية، الصومال بيعانون من مشاكل كبيرة جدا في التغذية، الآن بدأت تتحسن عندهم كثير، جنوب مصر وشمال السودان ومنطقة دارفور يعانون من هذه المشكلة بشكل كبير جدا، وهو نقص المنتجات الألبان، سواء كانت ألبان كلبن كحليب أو المنتجات الألبان كأشبان وغيره، تعتبر شبه معدومة عندهم، زائد الفواكه اللي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والمكسرات اللي بتحتوي على نسبة عالية من فيتامين د، أيضا في هذه الأماكن شبه معدومة أصبحت بسبب الحرب، بسبب الفقر، بسبب مجاعة، بسبب الحصار، كل هذه أشياء تلعب دور كبير جدا. فتعويض الغذائي مهم جدا لهؤلاء المرضى. نجي لمرضى الكلى، مرضى الفشل الكلوي. معروف في عندنا هشاشة العظام تسمى هشاشة العظام الكلوية، وسببها الفشل الكلوي، يؤدي بشكل سريع جدا إلى دخول في هشاشة العظام، وهشاشة العظام مع كسور سريعة في العظام، ويتم علاجه طبعا بأدوية هشاشة العظام بفيتامين دال، وبعض الحالات يعطى لها كالسيوم وبعض الحالات لا. نيجي بعدين كمان للناس اللي بيعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي بعضهم بيعاني من أمراض معينة، جسمهم يمنع امتصاص الكالسيوم ويمنع امتصاص الفيتامين دال إذا كان بيعطى عن طريق الجهاز الهضمي، فيتم تعويض فيتامين دال عن طريق الإبر، عن طريق الحقن، عن طريق الوريد، أو عن طريق اللي هو تحقن تحت الجلد. وفيها الآن جديد نزل الفيتامين دال اللي هو عبارة عن لصق يلصق على الجلد ويتم امتصاصه من اللصق بشكل تدريجي وبشكل بطيء. نيجي أيضا الآن على العلاج. العلاج ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو العلاج الغذائي بالتغذية، تحسين تغذية المريض، أنه يحصل على نوع معين من الغذاء اللي هو يفيده. نسيت أتعرض لمشكلة في التغذية أيضا. في ناس بتعاني من قلة تغذية، بتعاني من تخمة عالية في التغذية، أيضا هؤلاء ممكن يحصل معها هشاشة العظام بسبب زيادة الوزن، وبسبب أنه تغذيتهم لا تحتوي على عناصر مفيدة. مثلا عندنا الله يهديهم كثير من الشباب غذاؤه يحتوي فقط على البرجر، على الهوت دوغ، على المأكولات السريعة، وعلى المشروبات الغازية، وهذه كلها مواد سامة للعظام، تؤدي بسبب سميتها إلى دخول الإنسان في هشاشة العظام في سن مبكرة جدا.
ما دام نتحدث عن التغذية فهو تحسين نوع التغذية. أول شيء توفر الغذاء اللي يساعد على بناء العظام، منتجات الألبان تكون موجودة، يكون الخضار موجودة، اللحم موجود، يكون الفواكه موجودة بشكل متوازن مع بعضها البعض، ونقلل قدر الإمكان من الدهون والسكريات والزيوت. المشروبات الغازية والمأكولات السريعة زي البرجر والهوتدوغ، كل هذه أشياء قادرة يعني بشكل سريع جدا على تدمير الجهاز العضلي والعظمي للإنسان، فيفضل الامتناع عنها تماما. بهذا بالنسبة للتغذية، والتغذية طبعا يتم تحسينها على كل مستوى المرضى. فنحن نبدأ أول شيء بالتغذية بشيء نحن نقدر نعمله في البيت، إنه غذائك يكون صحي وسليم وبعيد عن أي شيء مؤذي لجسمك. النقطة الثانية هو علاج التعرض للشمس. التعرض للشمس فجرا ومغربيا من أهم نقاط علاج نقص فيتامين د وعلاج مشكلة هشاشة العظام. مريض نقص فيتامين د لا يعاني فقط من هشاشة العظام، يعاني من مشاكل أخرى كثير، يعاني مشاكل ذهنية، يعاني من اكتئاب، يعاني من صعوبة في النوم، صعوبة في الدخول في دورة النوم الطبيعية، يعاني من مشاكل تنميل وحرقان في الأطراف، في أطراف اليدين وأطراف القدمين، يعاني أيضا من مشاكل الرف الزايد في العين، يعاني من آلام مبرحة بتجي من وقت لوقت كنوبات في المفاصل وفي العضلات، أيضا إضافة إلى هشاشة العظام. أيضا بيعانوا من مشاكل أيضا النظر، بيبدأ عندهم النظر يقل مرضى نقص فيتامين د، فلا بد من الحرص على تعويض فيتامين د بشكل جيد. ويتم تعويض فيتامين د زي ما قلت لكم الشمس، الأدوية إذا كانت حبوب أو شراب، أو عن طريق إبر إذا كان المريض يعاني من أمراض تمنع جسمه من امتصاص فيتامين د. نجي بعدين للعلاج الدوائي. العلاج الدوائي في عندنا أكثر من نوع علاج دوائي. طبعا أنا معروف في فيديوهاتي ما أتعرض لأسماء الأدوية، ولكن هشرح لكم وظائف الأدوية. النوع الأول اللي هو بيحاول يمتص الكالسيوم من الدم ويوديها العظم، هذا اللي هو أكثر الأدوية انتشارا، وهو أكثرها اللي يبدأوا فيها الدكاترة هشاشة العظام. فأعطي المريض هذا النوع من الأدوية، يعطى عن طريق الوريد بعض الأحيان مرة كل شهر، أو في بعضهم يعطوا حبة تأخذ مرة كل أسبوع تشرب على الريق مع كمية كبيرة من الماء، خلال نصف ساعة ممنوع المريض يتمدد على ظهره. ليش؟ هذا النوع من الدواء يحتوي على مواد تسحب الكالسيوم زي ما قلنا من الدم وتوديه للعظام. هذه المادة إذا تركت في المعدة ولم يشرب عليها ماء كثير تتحول إلى مادة حركة، وقد تؤدي إلى حصول حرقان في المعدة وفي المريء. لذلك يمنع المريض من النوم بعد أخذ الدواء لمدة نصف ساعة ويشرب ماء كثير. ننصحه أنه يمشي كثير عشان يسهل امتصاصها من الجسم، أو يسهل امتصاصها من الماء. هذه هي أول خطوة لعلاج هشاشة العظام دوائيا. النوع الثاني من الأدوية، الناس اللي ما يتحملوا هذا النوع من الدواء يعطوا عن طريق إبر تحت الجلد أو إبر في الوريد. في بعضها تعطى كل 3 أشهر مرة، وبعضها تعطى كل 6 أشهر مرة، وبعضها تعطى كل سنة مرة. يتم تحديد نوع هذا العلاج من قبل طبيب هشاشة العظام، مش المريض هو اللي يختار. المسألة مش هي إنه والله أنا أفضل هذا الشيء كمريض، لا، الطبيب هو اللي يشوف إيش المريض يحتاج، لأنه كل واحد من هذه الأدوية له مشاكله التي ارتبط بها. في بعض المرضى يعاني من مشاكل في الفكين، فإذا تعاني مشاكل الفكين أو سقوط أسنان في بعض الأدوية ممنوع تأخذها. إذا عندك سرطان في الثدي أو عندك مشاكل في الجلد، في نوع من الأدوية ما تقدر تأخذها. إذا عندك مشاكل في التعرض للضوء، أو عندك الناس اللي هم شديدين البياض أيضا نوع معين من الأدوية ما ينفع لهم. الناس اللي عندهم سمنة مفرطة ما ينفع لهم معظم الأدوية للأسف، فلا بد من تخفيف وزنهم. نروح بعدين اللي هو المرحلة الثالثة، وهو أحدث أنواع الأدوية، ويعطى عن طريق الإبر، عن طريق الحقن تحت الجلد يوميا. طبعا كل أدوية هشاشة العظام تعطى لمدة سنتين، بعد السنتين نعيد فحص هشاشة العظام ونتأكد إذا تحسنت الأرقام عند المريض ولا لا. يفضل أنه يعيد المريض الفحص عند نفس المختبر أو نفس المستشفى
وبنفس المكان اللي عمل له الفحص السابق عشان ما يحصل اختلاف في قياس الوحدات وقياسات الأجهزة. الدواء الأخير زي ما قلت لكم هذا يعطى أيضا كل يوم إبرة تحت الجلد لمدة سنتين، وبعد السنتين يعمل فحص آخر ينتبه للمرضى اللي يعانون من سرطان، أيضا يعانون من مشاكل في الغدد البارادرقية، أيضا ما ينفع لهم هذا الدواء، لابد أن يعطون أدوية أخرى. ويتم معرفة ذلك عن طريق فحوصات الدم لوظائف البارثيرويد، لوظائف غدد اليار الدرقية، وظائف الكلى، وظائف الكبد. كل هذه أشياء مهمة جدا وضرورية جدا أنه المريض يكون عارفها والطبيب يكون متابع معها. نيجي للعلاج الجراحي. العلاج الجراحي يكون بس إذا حصلت كسور، يعني ما في علاج جراحي لهشاشة العظام كهشاشة عظام، لا. إذا داخل المريض وحصل عنده كسر في الفقرات، كسر في اليد، كسر في الفخذ، لابد من العلاج الجراحي في معظم الحالات وليس في كل الحالات. كسور الظهر إذا كانت أكثر من 3 كسور وراء بعضها البعض، أنا لا أفضل العلاج الجراحي نهائيا. أفضل أن المريض يلبس حزام معين ويأخذ الدواء اللي هو خاص بهشاشة العظام، ويقلل من حركته قدر الاستطاعة فترة 3 أسابيع إلى 6 أسابيع، وبعدين يبدأ يتحرك بتدريج مع اختصاصي علاج طبيعي يفهم في موضوع كسور العمود الفقري. بعض الناس بيعطوا تسمين، بيعطوا سمنت وجبس بيحقن داخل الفقرات المكسورة. ما هو خطأ، ما هو خطأ نهائيا، ولكن بشرط انه هذا الكسر يكون العظمة عادها كاملة على بعضها البعض، بحيث انه الجبس يظل داخل الفقرات وما يخرج من الفقرات. معظم الكسور اللي تحصل نتيجة هذه العظام الفقرات بتكون كسور تهشمية، فحقنك للجبس داخل الفقرة بيخرج الجبس إلى خارج الفقرات إلى الأنسجة اللي حول الفقرات، وهنا الموضوع خطير جدا. الجبس اللي بيحقن داخل جسم الإنسان إذا تم حقنه ويبدأ يتجمد أو يثبت، بترتفع درجة حرارته إلى تصل درجة 180 درجة مئوية، وهذه درجة حارقة جدا للأنسجة الأخرى. إذا جاء جنب شريان أو جاء جنب وريد أو جاء جنب عصب حيموته. فإذا الفقرات متهشمة لا أنصح بأي تدخل جراحي. إذا الفقرات سليمة والكسر بس كذا، حوريكم في الصور، فأنت تقدر تدخل أنت تنفخ الفقرة وتعبيها جبس بحيث أنها تبقى ثابتة، ومتابعة المريض في المستقبل. في ناس بيحبوا يثبتوا، أنا كنت مع هذا المدرسة من السابق، الآن بحاول قدر الإمكان أتجنبها. تثبيت الفقرات اللي تم تكسيرها بحيث انه تكون يكون فيه سند اقوى للعمود الفقري. انا تجنبت الموضوع هذا لان لاحظت مع المستقبل مرضى الهشاشة العظام اذا دهورت حالتهم المسامير اللي بدين تركيب تكون اقوى من صلابة العظم، فبتكسر العظم مع الوقت. لاحظتها في عدة حالات وكان التعامل معها في المستقبل جدا صعب، فتم استئصال المسامير والمرضى خضعوا للعلاج الدوائي وامورهم تحسن بالعلاج الدوائي. كسور الحوض وكسور الساق وكسور الذراع وكسور الكتف من الكسور المشهوره جدا عند مرضى هشاشه العظام، هذه لا يمكن ان تترك، لابد من العلاج الجراحي السريع لها. خطوره الموضوع هنا هذه الكسور اذا ظهرت واهمل علاجها بسرعه يحصل عندنا ما يسمى بالجلطات الدهنية في الدم، وهذه الجلطات قاتلة، فالتدخل الجراحي السريع لها لابد وأن يتم. هذه بنلاحظها في كبار السن، الناس الكبيرين في السن، هو أكرمكم الله داخل الحمام الصباح بالذات في الصباح، أو نازل المسجد يصلي وطاح وانكسر الحوض عليه، بيسعفوه أقاربه، بيسعفوه المصلين للبيت، أخروا نقلوا للمستشفى أو المستشفى بتأخر علاجه إلى أي سبب كان، وهذا من الأخطاء. وبعدين بيقول لك والله مات، جاته جلطة في الرئة أو جاته جلطة في القلب، جلطة دهنية، والسبب طبعا هو أنه هذا الكسر لم يتم علاجه بسرعة. لذلك يجب الحرص أن الواحد يتعامل مع الموضوع هذا بشكل دقيق جدا. ختاما، هشاشة العظام من الأمراض اللي بدأت تنتشر الآن نتيجة لتطور الحياة من حولنا، عدم تعرضنا بكمية كافية للشمس منذ الطفولة،
كثرة الملابس اللي نرتديها وتمنع جلدنا من التعرض للشمس، نقص فيتامين د ونقص الكلس في التغذية من الأسباب المؤدية لحصول هشاشة العظام. من الأشياء اللي أيضا تؤدي إلى هشاشة العظام هي بعض الأمراض بعض الأمراض اللي تحصل نتيجة الهرمونات أو الأخذ الهرمونات. ها الناس اللي بيعملوا تمارين رياضية وبيأخذوا هرمونات لتكبير العضلات مؤهلين أيضا أن يحصل عندهم أيضا هشاشة عظام. فضروري هنا الناس هؤلاء يكونوا متابعين بشكل دوري مع أخصائي العظام وأخصائي الجهاز الغدد الصماء، إنه متابعة إذا حصلت هشاشة عظام أو لا. في حالة الكشف على هشاشة العظام تحاول إنك تكون دائما عند نفس المكان نفس المختبر نفس الجهاز عشان ما يحصل اختلاف في المقاييس. كسور الفقرات يتم علاجها بالجبس الطبي، وبعضهم يستخدموا التثبيت. إذا كانت الفقرات المتكسرة كثيرة لا ننصح بالجبس الطبي، أو إذا كانت الفقرات متهشمة لا ننصح بالجبس الطبي. العلاج الدوائي متعدد عدة أنواع يتم تحديده من قبل متخصص في مجال علاج هشاشة العظام ما هو الأنسب للمريض. ممكن تحصل كسور مرضية عند بعض المرضى نتيجة مش هشاشة العظام ولا الإصابات، وإنما نتيجة بعض الأورام، فيتم أخذ عينات منها أو فحصها والتأكد منها لمعرفة نوع الورم ليتم علاج الورم بشكل مباشر. قد يكون علاج جراحي وقد يكون علاج جراحي ودوائي وإشعاعي. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون وصلت لكم من هذا الفيديو أي معلومة تكون مفيدة لكم. حاولوا قدر إمكانكم توزعوا الفيديو هذا على أكبر نطاق نظرا لأهميته. أسأل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم القبول والصلاح والختام على خير. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه تأسفا.